أقيمت في مسرح معهد الإعلام الأردني الاحتفالية الختامية للمرحلة الأولى للمشروع التدريبي جورداي تي في ندربكم، اللي اختص بتدريب طلبة الصحافة والإعلام وطلبة المدارس في المرحلة الثانوية وهواة الإعلام على إنتاج التقارير الإعلامية المصورة وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الألف إلى الياء. دربنا الشباب على إنتاج التقرير من ناحية كتابة النصوص للتصوير باستخدام أحدث أنواع الكاميرات، للمونتاج بأحدث الأجهزة وبأحدث السوفتوير أو البرامج. يعني كانوا الشباب بيمنتجوا على فاينل كات برو، which is أكتر واحد أكتر برنامج بروفيشنال بيستعملوه بروفيشنالز بالعالم. وبعد ما يجهز التقرير معاهم كانوا يروجوه بسوشيال ميديا نتوركس وبويب تي في اللي هو جوردي دوت تي في. هالمشروع كان بدعم من المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي وللفئة العمرية من 16 ل 26 سنة، وتكلل المشروع بالنجاح من خلال إنتاج تقارير بمواضيع متنوعة ومختلفة. حبيت أنمي هاي الحب اللي أنا عندي للإعلام، فبلشت مع مشروع ندربكم. ساعدتني إني أشتغل كيف أعد تقرير وكيف أمنتج تقرير وكيف أصور وكيف نعرف المحتوى اللي إحنا مندور عليه، من وين نجيب الأفكار، كيف مين الأشخاص المعنيين اللي إحنا نحكي معاهم. فعلمتني أكتر إنه كيف وين أروح وإيش حبيت أكتر، وحسيت إنه أنا حابة مثلا أكون ريبورتر أو أي شيء بالصحافة والإعلام. فهاي كانت زي نقطة تحول بالنسبة لي، ومبدئيا هذا هو اللي أنا حابة أشتغل عليه. بصراحة جوردي كانت من أهم المشاريع اللي أنا دخلت فيها على أساس أني أقدر أتخرج منها. تعلمت فيها التصوير، تعلمت فيها كيف أبلش موضوع، تعلمت فيها الإديتنج اللي هو كان واحد من أحلامي أني أسوي إديتنج أنا لأفلام أو لبرامج أو لتقارير. صراحة صرنا نطلع نعمل تقارير، كانت شوي جريئة وكانت شوي مسلية، وغطينا ايفنتس كتير، يعني منهم كانت ايفنت تايكي وكان كتير اشي بسلي، وكان كتير اشي كمان اعطتني خبرة فظيعة صراحة، وانا كتير مبسوط في التجربة هاي. على مدار سنة تم تدريب 6 مجموعات وبمقدار 6 طلاب لكل مجموعة. هالطلاب اللي أنتجوا 120 تقرير مصور بمجالات مختلفة. هلا مشروع جورتي كان في طلاب يعني من مختلف الأعمار ومختلف الاكسبيرينسز، يعني كان في ناس طلاب مدارس، طلاب جامعات، كل شيء. كان كل اللي بيجمعهم انه كلياتهم بدهم يتدربوا صحافة وإعلام، سواء كان تخصصهم فاينانس ولا هم اوريدي طلاب مدارس ولا هيك، يعني كان عندهم شغف للصحافة والإعلام. وبتخيل هذا السبب اللي خلاهم يطلعوا بتقارير كان الكونتنت المحتوى تبعها كان شوي قوي، وكان برضو مختلف، يعني لأنه أفكار مختلفة زي ما قلت، experiences مختلفة، فهذا خلانا نطلع بتقارير متنوعة، ولكن كانت كلها يعني جميلة وحلوة. الهدف الرئيسي للمشروع هو خلق فرصة لطلاب تخصص الصحافة والإعلام، هالأمر اللي بيشكل هاجز لكافة الطلاب، ومع هالمشروع صار بإمكانهم دخول سوق العمل بخبرة. أحمد الكيلاني، رؤيا.